اخر حاجه بالتاكيد عايزك تشاركني وتشارك كل جماهير الكره المصريه وجماهير النادي الاهلي تحديدا الفرحه النهارده مع الكابتن عمرو فاروق، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. والله دايما يعني الواحد دايما عمري الحقيقه بفكره وبذهنه، ويعني اوقات كتير قوي بتبقى بتفتقد هذا الشخص المخلص اللي يعني انا بقالي سنتين يمكن اقرب واحد ليا في الفتره اللي فاتت في المجلس، لان بحكم منصبه كنائب رئيس وانا امين صندوق مع كابتن محمود الخطيب، فعارف قد ايه الراجل ده اخلص وبيخلص للنادي الاهلي، بدليل ان هو ما وقع للاسف واصابته هذه الوعكه الصحيه اللي نسال الله سبحانه وتعالى له الشفاء منها. يعني حفظك جوه النادي الاهلي وكان بيحضر لمكتب تنفيذي، فقد كده هذا الرجل ده مخلص. وانا يعني بتمنى من كل من بيسمعنا دلوقتي ان هو يدعوله انه ربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا رب ويرجع له، يعني يرجع لنا تاني باكمل صحه واحسن حاجه يا رب، ويكبر بخاطرنا كلنا فيه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله احنا على اتصال طبعا على طول الدكتور خالد والمهندس هشام العمري ومدام العمري وابراهيم ابنه. حالته ايه يا باشمهندس دلوقتي؟ طمنا يعني حالته ايه دلوقتي اللي بتسمعه ايه؟ والله هي الحاله يعني ما شايف ان في تحسن لسه. هو لسه يعني لسه درجه الوعي ما اكتملتش يعني. ودي حاجه بتاعت ربنا يعني، هو في معيه الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. الدكاتره عملوا اللي عليهم وباقي كله او يعني هو في الاخر كله بايد ربنا سبحانه وتعالى. ونسال الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يرينا في عمري يعني عجائب قدرته كده ومعجزاته، ان هو يرجع لنا يا رب على في اكمل صحه ويا رب احسن حال يا رب. امين يا رب. باشمهندس خالد انا بشكرك شكرا جزيلا والف مليون مبروك، رساله توجهها لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. كلنا فرحانين، كلنا في الشعب المصري كله مبسوط، دايما النادي الاهلي رافع راسنا، دايما النادي الاهلي بيشرفنا. بشكرك شكرا جزيلا مره اخرى خالد مرتجي، مهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في السعوديه في كاس العالم للانديه.